نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ في مدينة دسوق مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. حضر المؤتمر قيادة حزب مستقبل وطن والقيادة السياسية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلو الأوقاف والأزهر والكنيسة والآلاف من المواطنين. أبناء محافظة كفر الشيخ معروفة محافظة كفر الشيخ، إحنا في الانتخابات السابقة أثبتنا نفسنا، كنا تاني محافظة على مستوى الجمهورية في عدد الأصوات اللي نزلت، وكنا أول محافظة على مستوى الجمهورية في اللي قالوا نعم للرئيس السيسي. بإذن الله يتكرر هذا المشهد، بالعكس هنكون الأول بالحشود اللي حضرتك شفتوها قدامكم النهاردة، ناس طالعة من تلقاء نفسها، كل الحاجات دي هي ترجمة لما تم عمله في خلال التسع سنوات اللي فاتت، فده أقل مكافأة الناس بتكافئ بها الرئيس السيسي إن إحنا بننتخبه للمرة الثانية بإذن الله. الحشود العظيمة اللي موجودة في الخلف دي جاية كلها إيد واحدة، مصطفى اصطفاف واحد خلف قيادتها السياسية، خلف مرشحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلهم ثقة في قيادته. الكلام ده تبين لهم أو للشعب المصري الواعي الفاهم أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو مرشح عبد الفتاح السيسي كان ذو نظرة ثاقبة للمستقبل، خاصة بعد ما حصل في غزة، وكانت حرب غزة حرب كاشفة بيّنت للشعب المصري ليه كان كم الإنفاق اللي بيحدث على تحديث الجيش المصري، ليه كم الإنفاق اللي كان بيحدث على المشروعات القومية في سيناء، ليه كم الإنفاق اللي كان بيحدث على ربط سيناء بالوادي عن طريق الأنفاق. مؤتمر حاشد في محافظة كفر الشيخ في مدينة دسوق، وإحنا شفنا الحشود اللي جايت النهاردة، تأييد للسيد رئيس الجمهورية اللي تولي فترة رئاسة أخرى. هذه الحشود مش جاية من فراغ، جاية وهي شايفة الإنجازات على أرض الواقع، سواء في مجال الصحة، سواء في العشوائيات اللي زيلت، سواء في المدن الجديدة اللي اتعملت. الألاف اللي حضرت النهاردة المؤتمر هي جاية من كافة ربوع محافظة كفر الشيخ، جاية توجه رسالة للعالم كله والمصر ان احنا خلف القيادة السياسية وخلف الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.